رادار. انتقدت عبير موسي برشا الاعلاميين وقالت لك العاده اعملوا لي وعملوا لي وصار لي ورا ضحيه ويا ولدي حاله حليله ومن الاعلاميين هذوما عندك حاتم بالحاش. وانت تتصور حاتم سكت؟ لا بيان سور جاوب، احنا هوايتنا العارك شعلنا ورانا هانا نتعارك وكان ونقصروا في الوقت يا غالي. واجابه حاتم الحق نتاع ربي مختلف، لا مشكل عاده جمله. ولا حاتم زيد اللي نتخيلوا يحب يجاوب ولا رابع بربي يسمع اقعد اغزل الشعر بيقول لي عبير موسي سبتك. عبير موسي سبتك حتى شعرة حركة تراني تأثرت يا حاتم. يا حاتم شنية وسع البال هذا الكل، لا خذ حلقة كاملة جاوب فيها وكهو. يا رسول الله باش تقول ما تحركت لي حتى شعرة عملت الدورة هذه الكل، ما كنت نجم توصل المساج في كلمتين سهل خفيف ونفهمه فيسة. فاش قام فقرة الساحر هذه الكل؟ انا نسخير باش تخرج لنا حمامة من الطربوشة وحالة حليلة. يا رجل قول ما تحركت لي حتى شعرة واضحة حلوة. علاش العطالة وانت تدور واحنا معاك ونتبعوا رابعة ونضال السعدي والناس دخلت فيها الكل؟ عليه عليه ابداع روعة غير عادية. وش الابداع؟ بخلاف عبير موسي شكون عندنا الناس الكل قاعده تجاوب فيها الايامات هذي؟ عندنا حفيظ الدراجي بيان سور، معبود الجماهير يا ولدي، عنده تمثال بجنب ابن خلدون على قريب ان شاء الله، ما فيهوش كلام هذي. والناس الكل تحب تعرف هو علاش ما يحبش تونس، والبارح خرجت لنا سيرين مرابط وعطتنا السبب الصحيح، الحمد لله يا رب. بعديك هبط ستاتيو اخر وهو يتملق فيه للشعب التونسي، ما نقول له الشعب التونسي اكبر منك، ونحب نقول له من المنبر هذي الحمد لله اللي ما عطيناكش بنتنا وقت اللي توا شديت عليها البغض. ايوه لا ولينا حمام لهنا في سقيفه قاعدين، اقسم بالله نلبسوا السفساري ونحلوا الحلو ونقعدوا نحكيوا على حفيظ الدراجي كيفاش حب ياخذ تونسيه وما عطاهوش وذاك علاش يكره تونس. حاجه مهزله. شويه اخر تقولنا عنده جيرانه في قطر بناو على الثاني، فهمت سكروا عليه الشمس كذا من شباك النوم، تقلق من تونس. شنو هي الحكايه هذوما؟ لا لهنا دخلنا في اساطير يا غالي، بدينا نفتيو لهنا ومهزله كبيره. لا موقفنا قاعد يضعف بالحكايه هذيا، عايشكم ربي يفضلكم امان. القرف تاعك عن في ايه؟ اما ميسالش كمان، الحكايه هذوما راهو يعجبوا العباد، يحبوا يسمعوهم. اي خذها مني، موت عليهم المستمعين. اش قال سي غازي العيادي؟ عوده كبيره ياسر، وانا متاكد ان اليوم باش تعدى حلقه طياره، والساده المستمتعين باش يستمتعوا بالحلقه معنا اليوم، والساده المستمتعين باش يستمتعوا بالحلقه معنا اليوم. يا غالي يا سي غازي شنية التكرار هذا الكل؟ ان شاء الله المستمتعين يستمتعوا، ما عندكش كلمات اخرين في الكونش نتاعك، الفوكابولير وقف وفاس توك لهنا يا رسول الله. الكلمات اللي عندك الكل حطيتهم في الجملة وفينا. المرة الجاية تحب تقول حاجة جديدة اش تقول؟ المستمتعين يستمتعوا استمتاع ممتع، ما ذاك الإضافة الوحيدة اللي تنجم تقدمها توا. يا والله حوالي والله حوالي، والمشاهدين يشاهدوا والمتفرهدين يتفرهدوا، تو كلام هذا يا ربي. جننتوا أم اللي خلفوني. رادار.